نصبر خلاص بقى، انت جايين وفرحانين بقى خلاص. طب ما ادعي اللي اتضحرجت دي اللي هي دي؟ اتضحرجت تقسم بقى اللي هي؟ توقعي لا عبد الله ابراهيم سيبيني اتضحرج. توقعي لمده 5 دقايق اللي هي ايه؟ اصل في كان في حاجه بتتضحرج ما شاء الله. هو في هديه غردية غير اللي انت جايبها الشيبسي؟ ده حاجة جامدة يا نشوى. نشوى ده حاجة غالية. حاجة غالية والله ومالكوا حق. عارفة ده. وكل عيد وانت أحلى أم. لا لا مكسوبه لا لا مكسوبه فاضي 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 لا والله غالي بابا والله لا والله مكسوبه ماما قيمتها ذهب بس الذهب غلى الجرام دلوقتي عارفين بقى كام انت كده عكيت الدنيا لا يعني قصدي ان في اغلى من كده والله مكسوبه مكسوبه شوفها طيب كانت دي هي دي اللي اتحركت على السلم بس صارت ولا لا لا ما جربناش حاجه طب ليه ليه المصاريف دي يا ابراهيم والله والله مالكوا حق ايه مش عاجبك لا لا ليه كل الفلوس دي عشان تستبدليها تروحي تجيبيها واحده ثانيه لو هي مش عاجبك اللون ليه جميله ايه والله يا جماعه اتكلم على فلوسها انا اخترت اللون ثاني عايزه اوريكي بس اللون انا اخترت لون ثاني ابراهيم اختار الاحمر وانا اخترت الاحمر انا بتكلم على فلوسها والله دي جميله قوي احنا مش عايزينكم تتغروا مع ابراهيم بس والله والله يا زميلي مكسوفه والله فعلا مش عاجبك لا تقولي تشوفني ازاي؟ ابو جابا بيضا وشنو وانت جابا بيضا بص صغير يمكن ما تعجبكيش وسام تعمل ايه؟ ماشي ابراهيم مش هشتغل عليك وسام ابراهيم مش هشتغل عليك لا حاجه مش هشتغل عليك وسام ابراهيم خش اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا حلوه؟ الله يا خلاصي بجد حلوه؟ حلوه قوي قوي مش مبسوطه جدا فين عليك؟ هو انا بس اللي ما بعرفش اعمل رد فعل اسكت انت هي اصلا مش عاجباني والله يا عبد الرحيم ده والله جميل بصراحه انا عارفه ان انت كنت عايزه المكنسه العموديه لا والله المكنسه العموديه انت بتعرض كام؟ اه مش هقول لك محدش يقول لحد الجمل انت بتحكي قولي الجمل مره هتقولي يا بنت السيارة ايوه بص عصايتها دايره ازاي نشوى شغل متدلع اهو دي عصايتها دايره دي تحس ان هي جايه من كوكب الفضاء والله العظيم انا نفسي اكنس بجد؟ والله العظيم حبيبتي يا مدام انت عرفتي منين انا عارفه انت عايشه ولا لا؟ تعيشي يا هيمه ما تحلمش منك ابدا يا بابا ده تعيشي يا هيمه حلوه والله شكلك ما انتيش مبسوطه كده ماما انت عايزه تعمل ايه؟ انا خايف يا خايف يا ماما ما كنتش شغاله وبعد الوقعه لا والله شغاله ما جرالهاش حاجه لو وقعت من على السطح حتى ما جرالهاش حاجه طالما في الفيبر ده وقعت ب 50 وقعه دفعت كتير يا نادين صح؟ والله العظيم حاجة مش لا أقسم بالله حاجة بسيطة أوي والله غالية أوي 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 طب كنت كرمشيلي حقها في إيدي مالكي كرمشيلي لا اعملي بقى حق المكنسة دي اعملي لي سحور عشان احنا جعانين اعمل ايه؟ سحور ماشي سحور ان شاء الله لا بس لحد دلوقتي انا جعانة بس هشمي الساعة 10 انا روحي ما فطرتش هشمي الساعة للساعة 10 اكل فرخة بروست كاملة ليه ما جبتش حاجة والله اكل بقى فرخة بروست كاملة هاي ابراهيم طب هات لي هات لي حتة وانت جاي اعكس يا نص اعكس باي باي شغلانه لا لا مش حلوه عجبتي حلوه قوي مش شغلانه سيبيها بقى المره الجايه المره الجايه وعيد الام شغلاني يعني عيد الام الجاي النهارده عيد الام لو ما اشتغلوش هطلع الفيديو هطلع اقول في الفيديوهات اه بيضحكوا عليكم ابلع اول ابلع اول عيد الام ده كذاب المكنسه ما بتشتغلش انا ما ترتبتش جمالك يا ماما قدام الناس بس كده امك قاعده ايوه بقى جايبه لامك ايه في عيد الام يا نادر يا جماعه انا لا 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 بتهزري ترى حاطه في الفوكس لا لا ما بحبش انت عارفه مين اللي قال لك مين اللي قال لي اجيب لك مكنسه؟ نانو الله والله العظيم بجد يا ريتني جبت لها معجون يا ريتني رحت جبت لها معجون وريني كده يا نانو والله امك لسه بتقول عايزه تبعت نجم لا المشكله ان الاوردر جاي اللي بعتها جايبه هرجعه هرجعه والله هرجعه اه والله هرجعه وريني اه ايه ده عيد الام؟ بريحة ايه؟ جهاز ازاي ينفع وريني كده عيد الام وريني كده طب احنا ما جبناش حاجة يا جماعة والله 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 الحاجات دي يا جماعة نشوى نانو محوشاها ب 5 جنيه يا حبيبتي نانو كانت محوشاها ب 2 جنيه والله والله ازاي يا ماما؟ انت بتقومي لي تسلمي كل شيء ده ما المفروض تقولي لي حاجة بس انا وانت ام كل سنة ما انا امك برضه يعني اجيب امك دينا مثلا انزلي طيب لسه فيها هدايا تانية؟ انت عايزة ايه؟ لا لا تعالي بقى احنا بقى احنا لوحدي احنا والله العظيم دي تبعي دي تبعي يا ريتني بديلها بوشن بسرعة ونص
بقول لك ايه الوقت يا جماعه، هي نزلت فيديو ماما جابت لها عيد الام والناس مركوله والناس هيصول، احنا مش عارفين نشغلها دلوقتي. احنا بنضحك على قطعه مشاف في المحل، في قطعه ما اشتغلتش. في اختك امينه يا حبيبتي تقول لسه في حاجه. لا لا عايزه ايه؟ انا كنت عايزه عايزه بوسه. احنا حاجه بسيطه بوسه والله. ايه دي؟ واو جبت لي مؤشر تمشي بيه والله العظيم حلو قوي. عايزه مقاس صغنطوط بقى قد كده للعمره، ربنا يبارك لك والله. مقاس صغنطوط عشان شنطه السفر. في عسل دي ادي بوسه تدمره في هديتي من امك برضه. طب على فكره انا له هدايا حلوه برضه. كل سنه وانتي طيبه، كل سنه وانتي طيبه. تعيشي وتكبري الحلو كله. تعيشي وتكبري ماشي ماشي تكبري الحلو كله. انت مش ناوي تجيب هدايا لامك بذمتك؟ ما انت محروم منهم. ها؟ ها؟ هو مش ناوي يعمل زيهم؟ انا بتكلم بجد. لا تقطعش. عديم عديم اي يا جماعه. عيد الام اصلا تحفه. عيد الام المفروض بكره، هما جابوا الحاجات قبلها بيوم. دي ذنبهم الزمن. لا احنا خلاص بقى بكره. شكلك وحش قوي. لانه غيرت رايها هتاخد هدايا لامك. لا يخرب بيوتكم. هو انتوا بتطلعوا في الفيديوهات هتقعد اجيب لها شنطه. هي دي يا اولاد، دي اسمعوا، دي خلف كواليس اليوتيوبرات. هو بصوا الهدايا اللي جت لي ما بتشتغلش. طب ما باينه انت من ساعتها وهي جايه كده. بصوا يا اولاد بصوا اشتريتي. شوف الناس شو بتشممنا بايه؟ بالغلط. شوفوا شوفوا شوفوا. وناس قاعده مع الجبنه مستفرده بيها. جبت المنظف ده؟ الجبنه. ايوه الجبنه. جبت المنظف ده بريحه ابواب البحر. روحي وقلبي وحياتي. يلا قومي. جبت ايه بقى؟ استعصمني. جبت ده بريحه ال طب سمك ولا ايه؟ ده بريحه اللافندر؟ لا ده بريحه النظافه. لا كان عندك قبل كده. وراح فين؟ انا خدته. ما انت هتمليه من ده جيركن. انا هملي من ده جيركن. جردل. انا هملي جردل؟ اه. ده بقى بريحه اللافندر ما جربتوش قبل كده. عايزه ريحه العود. لفيت عليه دمياط مش لاقيه. وانا حظي كده وما عاوز حاجه من الاخر. عشان ما فيش عود اصلا. ما فيش سن ابره خروم ومنع عشان ما عادش حد ما يستفيدش. الله الله. قوموا عايزه اقوم اكنس. قوموا اطلعوا بره عايزه انضف. ريحته نظافه. ريحته بصي نظافه نظافه. بصي دوق كده يا نادين. الله. انا هاخد منه حبه. انت عارفه ان ده ريحته اقرب لريحه الحرم. نادين جايبه مكنسه لامها في عيد الام، بس نص قطعه هناك. فمستني الراجل يجي. ده اشتغالات بتوع يوتيوبرات. اي حد بتاع يوتيوبر كده ما تصدقوش. شكلها هتصور الفيديو اللي دراع بدل الدراع تاني. ايه بتطلع تصور الفيديو؟ انا جبت الماما دي عيد الام. فين بقى عيد الام؟ مش شغال. اخدت اللقطه. مش اخدت اللقطه ومش شغال. عيد الام ما اشتغلش. هو انا حبيبي اهو. دي اللي عايزه اعملها. سلم على خالد. سلم اهو يا هلا يا سفيان. لو مسكت انا بايدك هتاخدها يا سفيان. لا 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 سيبها بدي الايه. شوفوا الولد. انتي اخدتي برضه فلوس؟ انتي اخدتي كل شويه فلوس بتاعتنا. احنا ما عادش معانا فلوس. انتي بلشتينا. تحوشها له في الحصاله بتاعته. انتي بلشتينا كل ما تيجي تروح الحصاله والله؟ اه والله. طب عينوا له دايفه بقى. لا بص ليه بقى، انا ما عادش معانا فلوس فيها. مش كل ما يجي ياخد ده جيش ده حبيبي عشان لما يكبر. هي لما تلبسه عيد الام هياكلها هياكلها هياكلها. وانت هيجيب لي هديه؟ مين؟ صوفي؟ هيجيب لك والله لما يكبر. بابا هيعلمه يجيب لك قبل ما يجيب لي. هجيب لي بس. الولد زعلان عايز ال 50 جنيه. اهي اهي. يا مجدي. يا مجدي. بصوا يا جماعه اقسم بالله نشوى ما تعرف حاجه عشان تبقى فعلا المفاجاه حقيقيه. بس انا كل اللي حصل قلت لها نشوى البس طرحه عشان انا هصور لقطه، فلبستها هي ما تعرفش في ايه. يا اختي كوريلي يا اختي يا باشا. هو جاب لي هديه يا جماعه والله من فلوسه هو قسما بالله. عمره في حياته اقسم بالله ده بعد اللي حوش لي كل السنين. عمره في حياته ما جاب لي ورده. انت عارف انا بقول لك انا لفيت قد ايه لفه على البتاع ده؟ يا اختي ده فرن بكام؟ ده البيت الجديد. البيت الجديد بتاعك؟ ده البيت الجديد بتاعنا. وريني طيب هات اشوف. انت جايبها للتصوير لامك؟ اسند معاك كرتونه انت. واو وعايز احط
لف وشه يا امين. العكس العكس. هيقع 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 هيقع. كهربا ولا ايه؟ يعني ايه كهربا ولا ايه؟ ولا غاز؟ لا كهربا. كهربا يا نجم. ماشي ارفع كده وريني. وشوي حاسب. اللي بيشتغل فوق بتاع شوايه. لا شكله شكله افخم من بتاعك يا نشوى. استنى بس واكبر. استنى بس ايه؟ ايه؟ شوايه فوق وتحت. شوايه فوق وتحت. في شوايه تحت. انا عارف اللي بقول كده. شغال فوق وتحت. واو جامد جمدان جامد جموده. بجد؟ لا فخم يا نشوى. والله العظيم جامد جموده. جامد 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 اخر حاجه. دي جابوا عشان نحطه على السطح هناك. سطح ايه سطح ايه سطح ايه يا عم صل على النبي. لا شكله قيم هنا. هو ده ينفع؟ ده للشقه الجديده. طب ما بصوا يا جماعه كلهم والله جايبين شقه للشقه الجديده ومحدش فعلا طلب حاجه ولا نشوى. والله ما تعرف حاجه قسما بالله. الجديده بقى وانت قاعد هناك بقى فوق كده ومزاجك حلو هتعمل ايه؟ اشرب جوزه مع سله. طب حرف عندك انا جبت هناك يا اخواتي. الله ده حلو. انت مش لسه قايل دلوقتي عايز اشتري ايه؟ انا عايز اشتري فوق السطح كاتب. انت عرفت منين؟ اقسم بالله انت قلت له. والله ما نطق. طب صدق بالله اقسم بالله انا ما اعرف ان هو هيجيب ده اصلا. انا عارف هيجيب كذا كذا كذا. احلف بالله ده شكله حلو قوي. تحفه. انت قلت متجوزني من اول وجديد. يحصى عليكم يا ولاد. والله العظيم ده نادين هتنفخنا عرض فعل اللي انا عملته لامير. والله هتنفخني نفخه. احضني يا انت كويسه يا حبيبي. يا اختي عقبال ما اجيب لك. والله يا امين لو انا عشت لا جايبه لك اجهزتك كلها على حسابي. ودي بتنور كده كده كنت اجيبها على حسابي. دي بتنور. بتنور يا امين. لا بس هو شكله حلو بامانه. ده البيت اللي تحت ان شاء الله باذن الله. بجد والله. هو بقول لك اللي فوق. بص بقى عليه مش هنعطل على بعض. خلاص خلاص ماشي. دوت عامل معايا واقف عليه. لا والله ما عادش كل اسعار لي. لا بجد والله انا جايب لك انضف حاجه هناك والله. يعطيكم من العيش والقبول. ايه نقول بقى في 200 لادي الام. اه. ايه ربنا يخليك لينا يا ماما. هي فين ماما؟ حفظها من جوه. ربنا يكلمك. ربنا يخليك لينا و هي فين ماما بس؟ ويقويك على الايام الجايه بس. هي فين؟ انا ماما اهو. ما انا بشرح لها. هي والله ويقوينا على الايام الجايه فعلا. لا معلش بصي لي انا بصي لي. لا ما اعرفش هتحرج من عينك يا ماما. لا هتحرج من عيني. يلا حط حط امسك عزم. بطل ايه بطل؟ ماما ما تجيش فاهم المونتاج يا ماما. حط حط بس عشان بطل. يا نشوى بتنتحر بس كده. مبسوطه مبسوطه بالحاجه. قال لي هدولي ببطء. مبسوطه بالحاجه. انا استنيت اما الساعه تعدي 12 وجبت لها الحاجه والمحلات كلها قفلت. كل شيء انا انت حبيبي. كل شيء انت جميلي. كل شيء انت غلبيت غلبيت. انت ضيعت فلوسك؟ والله ما انت بالك انت بقى. هو جايب لك حاجه طيب. ده انت امي رخمت. الفلوس اللي انت صرفتوها دي كلها ليه؟ معلش ماما. يا ماما انت بتخبين لك ايه؟ او شوفوا كده منزل لك ايه؟ شوفوا منزل لك ايه طيب؟ التليفون ما فتحته لك اهو. خش شوف كده منزل. لسه داخلين يا جماعه حالا من القاهره. معلش يعني احنا بعد العشاء. اه يا والله بعد العشاء. قول لي تعمل ايه يا ابني؟ منزل لك حاجه عن نادي الام. شوف كده صفحتي. صفحتك انت اسمها من تليفونك؟ اه اللي هي امير. عامل لها يعني يا ماما ابحث عن امير الامير. اه يا ماما اللي هي فوزي يشعر بالاحتفال. صفحتك انت امير الفيسبوك. ابحثي يا ماما اخرجي واحده. ابحثي عن امير الامير على الفيسبوك. وانت شايفه ان ده يوتيوب؟ ما ده فيسبوك. أيوة. هي الحاجة فهمت ايه؟ قسما بالله شوف بيتفرج عليه. يا رب يا رب. شفت انا بقول ابحث عن امير الامير. اهو امير الامير. قتلت المتعة والرومانسية. علي الصوت. ارجع 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 واحدة ارجع ارجع كل ما تضيعش ثانية. اعمل ايه ارجع ارجع خالص. ده لسه اللي جاي. انت عارفه ابن الكيوت ويروح يعيد الغلطه تاني. عارفه عبيط شاري الهدوم ومدفعينه فلوس زياده ولسه برضه ما ينفيش اللي يخلق معاه. الجرح ياما لو اتخلق وعشان تكوني من الدواء. كل ما جبت له حاجه تمن تكلم يعينها ولما يجي يخطب او يجي يعمل حاجه
يا أمي يا نور الدار، يا سبب إني لازلت بعيد، بحضن بكل حاجة تقول من غيرك حياتي مفيش. بحب الحب لو يتقاس، يعدي حدود خيالي الناس. أغلى من الذهب والماس، ماليش غيرك يا روحي ماليش. الله بقى العم هتعج بقى. انا في امبارح كنا في عيط عشان جبت لها هديه والله. منزل فيديو على قناتي، ده نزل على قناتي، روحوا شوفوه. خلاص بقى. دي انت كنت بتعمل اعلان؟ لا خلاص بقى رواية بقى. روح روح. طب انا ما استحملتش. طيب انت لو ازيك يا بابا؟ ازيك يا لان؟ الحمد لله. بابا مش هيتقصر. خلاص بقى. خلاص بقى انت جايين وفرحانين بقى خلاص. انت عايزنا كده. ربنا يخليك ليا. يلا خلص بقى. قول وحياه ربنا وحياه صيامك وحياه كتاب الله. انت فعلا لو انت حاسس انت بتعيط يا ندى. انت فعلا مش انت طيب. ربنا يخليك يخلينا اليوم. انت بتدخل نفسك معايا في الدعوه. امال انا ما بعملش. امال يا جماعه كان في دي نزل على قناه امير الامير، روحوا شوفوه. والله يا جماعه العالم نشر ده. والله كان اعلان، ده كان اعلان. انا كنت متاثره قوي بأمانة. أنا والله العظيم بجد القناة دي خلتني أمهدش بصدق حد. والله في والله ناس لازم. والله بسمك من أمانة الحظ العالمي. في ناس يقولك كده أنت أختينا أنت حبيبتنا. بس يا مزل وأنا يتضحك عليها عشان أصورها، وفي الآخر بعد ما أصور لأختنا ولا حبيبتنا ولا حاجة، الناس بتاعت مصلحتها. بس مش أمير ابني يعني. ربنا يخليك ليا ويديك الصحة ويفرحها. كمان وش حمر بقى. خلص بقى العالم ده. يلا تعالوا نفطر العيشة الدلت. والله العظيم ما حد فينا فطر ولا ده حاجة. ما انت نازل رغي بقى مع اخواتك بقى لك ساعة. ما سيبينا ناكل بقى. انا اخواتي جايين في السكة عشان عيد الام كل سنة. هيجي ياكلوا الاكل مننا. يلا يلا يا ولاد بقى جوعنا يشرفونا. طب يلا عينة واحدة. ده انت قدامك ثلاث مجايع والله. كانوا والله يا ابني ده والله ما ينفع. لا والله ما نعم يرحمه. اه عمال اقول لك امي يا امك ولا ابوك. يا انا عيل بلا اخواتي. ده والله انا مش عارف والله. ده اخواتي.